خلينا نشوف هذا المقطع اللي انتشر لمدون يكشف حقيقة الأمثال العربية المتداولة بين الناس، وكيف أنه مفاهيمها الحالية بعيدة كل البعد عن مفهومها الحقيقي. خلونا نشوف. إنما اللي احنا فاهمينه ده قلة أدب، اسمها اسأل مجرب ولا تنسى الطبيب، مش ولا تسأل طبيب، اسمها من علمني حرفا صمت له عهدا مش صرت له عبدا، اسمها ابعد عن الشر وأنيله قني له، يعني اعمل بينك وبينه أناية، شر هتبعد عنه هتغنيله ليه؟ كتر السلام يجل المعرفة مش يقل المعرفة، يجل المعرفة يعني يجعلها جليلة. والله أنا مصدومة يعني صراحة، كلنا يعني مصدومين. إنه معقول ما في حد صحح لنا طول هذه الفترة. خلينا ناخذ تفاصيل أكثر مع أسلوبه المميز والممزوج بالفكاهة، الدكتور أيمن قديحة عبر سكايب من مصر. هلا وسهلا بك دكتور أيمن. أهلا بحضرتك. يديك العافية. حضرتك. يعني صراحة إحنا شفنا الفيديوهات دي وانتشرت انتشار كبير جدا، يعني طب مين الصح، إحنا صح ولا أنت اللي صح؟ وإذا كان أنت اللي صح إيش هي مصادرك يا دكتور؟ والله هي الفكرة إن المواضيع دي بالتحديد ما فيهاش صح وغلط بشكل واضح، نعم، لأنها مش حقائق علمية ثابتة فأقدر أقول ده غلط أو ده صح. هي الفكرة كلها إن كل مجتمع أو كل بيئة ممكن تصنف المثل ده اللي بيتقال على حسب رغبتها هي. يعني إيه؟ يعني ممكن هو بما يوائم الشاهد اللي هو عايز يستشهد بيه، لكن أنا شايف إن هو أكثر منطقية أكثر اللي اتقال في الفيديو، لأنه الأمثال الشعبية دي مفروض إنها موروثات لحاجات بتسهل لنا الحياة اللي جاية، فالمفروض انها تكون متوائمه مع المنطق اللي احنا عايشينه. فلو هتخالف معلومه او هتخليني اسال ازاي يعني ابعد عن الشر واغني له مثلا على سبيل المثال، يعني انا عايز ابعد عنه، طب انا لو غنيت له ده هيرجع لي يرقص، يعني انا ازاي؟ انا كده مش ببعد عنه ولا حاجه. فلما تتقال بقى بالشكل اللي هو لا ابعد عن الشر وقني له، جني له دي في الفلاحين يعني اعمل جنايه دي يعني اعمل بينك وبينه حاجز بحر ميه، يعني ابعد عنه وخلي فيه بينك وبينه مسافات، فالحاجات بتبقى اقرب للمنطق اكتر، فاعتقد انها يعني بتنال جانب اكتر من الصحه يعني. طيب دكتور ايمن، يعني ايش اللي خلاك تسوي هذه الفيديوهات؟ والله هي يعني انا بحب الموضوع ده بقالي مده، وعندي قدر معين يعني الى حد ما بحب اقرا واتابع وحاجات كده، وخصوصا ان انا بخش ادعبس على المواضيع يعني بحب اعرف اصلها يعني. فجت فتره كورونا كنا بقى قاعدين في البيوت كلنا، ففي وقت فراغ كبير والموبايلات في ايدينا بقى طول الوقت 24 ساعه بنعملش حاجه، فكان ايه المانع ان المعلومه الطريفه اللي انا اشوفها ممكن تكون مفيده وتوصل بشكل سهل للي بيتفرج عليها ان انا اوصلها له، يعني قد تغير في حياته شيء يعني. مظبوط. ومن هنا بقى بدات اخد المجال دوت، سواء موضوعات مثلا فيها مغالطات مثلا، حاجات ممكن تكون طريفه يعني معلومة طريفة ما ممكن أستغرب لها لما أشوفها، حاجات ليها علاقة بفهم الحياة من زاوية مختلفة، اللي هو موضوع تطيب الخاطر ده، يعني عارفة إحنا الإنسان زي ما هو عايز كوميديا عايز حد يطبطب عليه، فمن آن لآخر محتاج إن حد يقول له لا يعني ما تقلقش أنت كويس، أنت شوية إن شاء الله وهتبقى تمام، الخير جاي، يعني تفائلوا يعني. طب حلو، يعني وحلو هذه الالتفاتة وحلو حب الجمهور لك، وهذا شيء جميل صراحة جدا ونحتاجه، تحتاج شخص زيك في السوشيال ميديا كذا متفائل ودائما يصحح لنا ويدينا هذا التفاؤل. طيب خلينا نرجع لموضوع اللقب المحللاتي، يمكن في ناس مستغربين يعني ايش المحللاتي. طيب هو الموضوع جه بمحض الصدفة، في يوم من الأيام كنت قاعد مع حد من أصحابي، يعني كنت لسه بادئ القناة أو لسه بادئ موضوع الفيديوهات ده، كان على يوتيوب وقتها، فقلت له احنا عايزين نسمي بقى طالما هنقدم محتوى فاحنا عايزين نسمي حاجة، فعايزين نفكر في اسم سهل وملفت وينم شوية عن المعنى يعني. فبدأنا نفكر، أنا أصلا استشاري تحاليل طبية، فأنا مهنتي إن أنا دكتور تحاليل يعني بعمل تحاليل، فخدنا شق من إن هو إن أنا بحلل الأشياء ربطناها بان انا برضو بحلل المواضيع قبل ما اتكلم فيها او قبل ما اقولها، فطيب خلاص ما تشتغل محللاتي وادخل بقى حلل لنا الموضوع وهات لنا قرار وايه وهكذا، فجات الفرصه بالشكل ده يعني. طيب دكتور ايمن، لو نرجع شوي للمقطع الشهير اللي هي حقيقه الامثال العربيه، تتوقع انه بسبب انتشارها بطريقه غلط صار مفهومها عندنا غلط وبالتالي اثرت على طريقه تعاملنا مع بعض؟
انا شايف ايوه يعني الموضوع فرق مع ناس كتير. زي ما قلت لحضرتك في البدايه انه الامثال الشعبيه دي او الحكم زي ما بنسميها معموله علشان ترسم لنا مسار حياتنا كده بناء على خبره السابقين اللي قالوها. فلما اخد موروث اتنقل لي غلط فانا هقول هستشهد بيه بقى في مواقف، فلا ده ممكن يبقى حاجه غلط. يعني مثلا زي مثلا اللي هو الاخير اللي هو كتر السلام يقل المعرفه، عندنا في المصري بنقول يقل المعرفه، حتى احنا يقل بنقول فيجعلها نفس الشيء قليله. فيجعلها قليله بالظبط. الله ينور عليك. فده افسد المعنى تماما. لا بالعكس، ده كتر السلام يعززه يخليه اجمل. فلما بدا ما يعني انا عايز اسلم على حضرتك او عايز اتقرب من حضرتك، فانا كل ما هشوفك هسلم عليكي حتى لو بشكل مختلف. لكن لما اجي اقول له بقى لا ده كتر السلام يقل المعرفه، انا هبعد عنك يا عم عشان ما تسلمش عندي، ما حدش هيسلم على حد. فهتقل بقى يعني هتزيد الجاب او الفجوات ما بين الناس. فلا في حاجات منها بتبقى غلط طبعا طبعا قولا واحدا يعني، لكن في حاجات عادي تعدي مش مشكله. طب ادينا امثله يعني عن الحاجات الغلط اللي احنا بنقولها غلط ومصدقينها وبنطبقها على ارض الواقع. لا في حاجات كتير يعني، مثلا في حاجه زي مثلا احنا بنقول في مصر ما اعرفش عندكم كده ولا لا، بنقول مثلا تور لاهي تور الله في برسيمه. مظبوط عندنا بعد هذا. لا يعني ايه تور الله؟ هل الله عنده تور؟ لا هي مش كده. طب هي الفكره اسمها الصح بتاعها تور لاهي في برسيمه، يعني ملهي في البرسيم بتاعه مش شاغل باله بالحياه. عشان كده احنا بنضربها فعلا على الشخص اللي هو يعني ملوش دعوه باي حاجه، فده لاهي في البرسيم بتاعه، لكن مش تور الله. تور الله ازاي يعني؟ في حاجات من دي كتير خالص يعني. طيب حلو، ادينا شيء ثاني كمان. يعني ليه اقول من علمني حرفا صرت له عبدا؟ لا مزبوط. هو انا عبد لله بس انت طب عملت. هذا شيء منتشر جدا في هذا في مجتمعاتنا العربيه. طب هي حقيقتها ايش؟ لا هي حقيقتها من علمني حرفا صنت له عهدا، يعني حفظت له الجميل على راسي من فوق شلته لك، لكن انا مش هبقى لك عبد ولا حاجه. افرض ان انا في يوم من الايام خالفتك الراي يعني، فخلاص هنبقى اعداء؟ لا طبعا مالهاش علاقه. طيب دكتور ايمن، في حاجات من دي كتير بقى يعني، في مفاهيم من دي كتير جدا جدا يعني، وحاجات ليها علاقه بقى بالفراعنه، وفي حاجات دي ليها علاقه يعني مثلا عايز اقول لحضرتك ان متوقع ممكن انه ابعد عن الشر وغني له، دي الاخوه في السودان بينطقوا حرف القاف غين. نعم صحيح. بعضهم يعني، فهو ممكن يكون بيقول المثل ده فقالها بلهجته، ما هو اختلاف اللهجات بيغير الدنيا برضه. صحيح صح. فاتنقل عنه بالشكل ده خلاص فاتحفظت على كده، فبتيجي بالطريقه دي. فهي الفكره ان احنا محتاجين كل فتره نقف عند حاجات محيرانا، مش كفر يعني ان انا ادور في اصول الاشياء يعني، ما مش ما في حاجات مسلم بيها وكل حاجه، بس ممكن تكون تنفع في زمانهم وزماننا ما تنفعش، وارد جدا. فمحتاجين كل فتره نقف على شويه حاجات كده، لا تعالى شوف دي دور على اصلها يمكن يكون الوضع مختلف، هنطلع بكنوز يعني. وده ان شاء الله اللي جاي بقى باذن الله. بالظبط، وهذا اللي نبغى ننتظره منك دكتور ايمن، يعني اثري كده لغتنا العربيه بالاشياء الجميله هذه، وصحح لنا هذه المفاهيم الخاطئه اللي منتشره في مجتمعاتنا العربيه، خصوصا فيما يتعلق بالاقوال الماثوره والامثال الشعبيه. شكرا لك دكتور ايمن.